أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أقول لكم إيه الحاجات اللي تمسح الصفحة من ورا وتعلي المقام. قلنا بلى يا رسول الله. قال إيه؟ الصلاة. لا يا ريت سيدنا النبي ما قالش كده. اتكلم على مقدمات الصلاة. اسباغ الوضوء على المكاره. تعرف الليلة البرد دي شوية تقوم تتوضى كده بالليل وتصلي. لو عندك جرح كده ولا حاجة وتعبان مش قادر احط مية عليه وتيجي على نفسك ها؟ وربنا بيعذبنا ابدا بيكرمنا بينظفنا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به ليه؟ الخطايا ويرفع به الدرجات. دي علامة ايه؟ اللي يعمل كده ايه؟ إشارة حب. هو أنا أقوم في البرد ده ما هو محدش شايفنا. نام يا عم. المشيخة في الجامعة الطهية والجلبية وما حد يبقى العيشة سهلة. لكن قوم كده بالليل لا. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد ها؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إيه ده؟ ده ما قالش صلاة. ها؟ امال الصلاه تعمل ايه؟ قال لا دي معارك. ده انتظار الصلاه بس يعلي الدرجات ويشيل الحجاب ويجهزك للقاء. يلا صلي بقى انت في حضره الرب. قال لما التهيؤ للفعل يجعل الانسان في عالي الدرج ولا ذنب له ولا حرج فكيف بالفعل يا عباد الله.